تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة تسيير الأعمال، يرافقه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم شارع 26 يوليو في منطقة الإسعاف في وسط البلد، وذلك في جولة مفاجئة لمتابعة حملات إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشوارع التي تنفذها وزارة الداخلية. إعادة شوارع القاهرة لحالة من الهدوء والسيولة المرورية أولى اهتمامات رئيس الوزراء بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وبالفعل تغير المشهد في وسط القاهرة، فتم فتح شوارع 26 يوليو ورمسيس ووسط البلد. وفي جولة على أرض الشارع تحرك رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة للاطمئنان على حالة الشارع ومجهودات وزارة الداخلية في عودة الانضباط ورفع الإزالات والإشغالات وفرض الأمن. يعني احنا قبل المطار هنكون مخلصين وزي الفل. وزيادتك هنسلمك في القاهرة زي ما انت هننزل بقى تاني ان شاء الله النهارده البداية. متابعة مطلوبة وجهد مبذول لوزارة الداخلية في تأمين الشوارع والمواطنين، انتشار مكثف ومستمر بغرض إعادة القاهرة ومحافظات مصر لوضع أكثر أمانا وهدوءا وسط ترحيب من المواطنين وإحساس بفاعلية الإجراءات الأمنية. توجيهنا مع الوزير ان احنا نفتح 26 يوليو ميدان الإسعاف، ربنا حضرتك، وان شاء الله في عملات اخرى على ميدان التحرير وعلى ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض، ربنا حضرتك ان شاء الله تباعا ان شاء الله هيتم فتح الطريق، وبرضك مع تكليف المحليات تدبير مكان للباعة الجاليين. استراتيجية ناجحة تسعى من خلالها وزارة الداخلية لخلق مناخ آمن وردع البلطجية والخارجين على القانون وإعادة الانضباط للشارع. تواجد أمني مكثف على أرض الشارع في رسالة واضحة على أن قوات الشرطة سوف تكون باستمرار بجوار المواطن المصري لحل أزمات المرور ولحل جميع الأزمات، ليعود الشارع لوضعه الطبيعي بسيادة دولة القانون. حماد العربي، التلفزيون المصري.